Major General Stefano Del Col, thank you for your time. أود أن أسألك عن الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله في سوريا وفي لبنان. كانت هناك الكثير من التقارير التي تتحدث عن رغبة إسرائيل في تصعيد الموقف، وكذلك أن إسرائيل قلقة من رد حزب الله. ما هي خطة اليونيفيل؟ هل كل شيء جاهزاً في حالة استمرار هذا التصعيد مما يؤدي إلى صدام بين حزب الله وإسرائيل؟ هل اليونيفيل جاهز لذلك؟ تأسست اليونيفيل في عام 1978، وبعد الحرب في عام 2006 حدث تغيير في التفويض، لأنه في البداية في عام 1978 حتى عام 2006 كانت مهمة مختلفة تماماً، حيث تم نشر 3000 جندي فقط في جنوب لبنان. بعد الحرب في عام 2006 بالقرار 1701 منحنا مجلس الأمن تفويضاً جديداً، وزدنا عدد قوات حفظ السلام إلى حوالي 15,000 جندي، لكننا لم نصل إلى هذا الرقم مطلقاً، فنحن الآن حوالي 10,500 جندي حفظ سلام من 46 دولة مختلفة، ولدينا أيضاً 850 مدنياً. بموجب القرار 1701 منحنا مجلس الأمن تفويضاً واضحاً، والمهمة هي دعم القوات المسلحة اللبنانية وإرساء السيطرة الكاملة على جنوب لبنان، كما أعطونا تفويضاً محدداً لمساعدة السكان المحليين كحماية بالنسبة للمدنيين. ونحن نعمل منذ عام 2006 حتى الآن، وبعد ذلك لدينا جيل من المراهقين لم يروا العالم الآن في جنوب لبنان. هذه حقيقة، حقيقة أن مهمة حفظ السلام تعمل بشكل جيد، وبصفتنا اليونيفيل نعمل على إبقاء الوضع مستقراً، حيث عانينا من حادث خطير واحد في عام 2010، ولدينا حوادث أخرى في مايو وأغسطس الماضي، والتي أشرت إليها كانت إطلاق نار انتقامي ورد من إسرائيل في إحدى الأحداث التي أعلن حزب الله مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه جنوب لبنان من خارج منطقة عملياتهم وليس داخل المنطقة، فأصابت نيران الرد التي أطلقها الإسرائيليون منطقتين أو 3 مناطق في جنوب لبنان. ولكن في مهمتنا يمكننا التحكم في المنطقة التي نعمل فيها بمستوى حيث تم تفويضنا، لكننا نستعد للمناقشة الدبلوماسية والسياسية، لا يمكننا استبدال ذلك. على الصعيد السياسي والمحادثات يجب أن تكون قادرة على جعل الطرفين يفكران في قرار مجلس الأمن 1701. Fantastic. Thank you for your time, sir. إنما حضرتك أسد أشرت إلى سؤال يتعلق بالندوة، وهو أين نحن من تلك القرارات الكثيرة المتلاحقة اللي احنا بنسميها بيبر ميل، لا تنفذ ولا تحترمها إسرائيل ولا 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 ولا، وإنما يعني في هذا الصدد يعني نستطيع ان احنا نقول ان احنا في مرحله جهاد دبلوماسي، والاصرار على ابقاء زي مثلا قضيه ناميبيا في الامم المتحده. قضيه ناميبيا كان ممكن انها تضيع وتنسى لولا الاصرار على ابقائها حيه alive and well زي ما بنقول، ولولا الاصرار على معالجتها من خلال قرارات جمعيه عامه وايضا قرارات الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، بانك انت يعني تطالب اسرائيل وهي الدوله الوحيده التي لم تنضم بعد وتعيق احترام او تحقيق عالميه معاهده منع الانتشار، ورفض في إخضاع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني أنا من حقي كمواطن إن أنا أسأل ما هي الضمانات الأمنية لسلامة مفاعل ديمونا اللي عمره الافتراضي انتهى؟
من حقي ان انا اسال كمواطن عربي ما هي الضمانات اللي انا اخدها من اسرائيل على التخزين المواد المشعه اللي هي بتخرج من ديمونه، اللي هي بالمناسبه عملت مشكله في زلزال 2009-2010 عندما تحدثنا عن خطوره خروج مواد مشعه لتلويث المياه الجوفيه. فطبعا حضرتك ليك حق في كل الكلام اللي انت بتقوله، انما يعني علينا احنا كدول عربيه ان نستكمل هذا المشوار. واستكمال هذا المشوار في هذا الاطار حصل بالتوافق العربي وبالدراسه اللي انا اشرت اليها، اللي انا طالبت الدكتور توقان ان هو على الاقل يحيي الجزء الخاص بالتعاون النووي بين الدول العربيه. تكمن قوه العرب ليس بتملك السلاح النووي، وإنما بالردع بالعلم، بالردع بالعلم والتكنولوجيا. هم بيردعوا العالم العربي ب 200 سلاح نووي أو بتقنية، وعندما تسألهم ينفوا والحاجات دي كلها. إنما احترام العالم ليك هيزيد لو استطعت أنت فعلا أن تؤتي بثمار في مسألة الردع بالعلم والتكنولوجيا، وخصوصا في مسألة الطاقة النووية اللي هي أصبحت ملحة الآن. يعني أنا أرجوكم اقروا توصيات مؤتمر جلاسكو عن تغير المناخ. يعني هناك تغير في الموقف الدولي تجاه موضوعات الدمج بين الطاقة الشمسية والطاقة الرياح ومساعدتها بالطاقة النووية الأمنة النظيفة الخاضعة لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الغربية. ابني الغالي من الجامعة البريطانية كان بيسأل هل ممكن أن نشهد عالم خالي من السلاح النووي؟ أدعوك لقراءة بيانات دول عدم الانحياز ولمتابعة يعني مسيرة الشخص المتواضع اللي هو بيتكلم ده، اللي يعني بيشتغل في موضوعات نزع السلاح من سنة 77 لحد الآن. يعني أنا بدأت عمل الدبلوماسي في الوفد الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، واستكملته في جنيف وفي فيينا، وكلها موضوعات نزع السلاح. وكان لي شرف حضور الدورة الخاصة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المكرسة لنزع السلاح، اللي هي حددت في الفقرة الأولى بتاعتها أن استخدام السلاح النووي والسلاح النووي يوازي فناء البشرية. وطلعنا مثل هذه الوثيقة المهمة. المهم إن حضرتك تستمر في ضغطك، لأنك أنت مؤمن بقضية كدول عدم الانحياز، أنت مؤمن بقضية معينة وهي إن أنت وقعت وصدقت على معاهدة منع الانتشار النووي، والمادة السادسة قالت إن نزع السلاح النووي حيتم، وخدت التزامات من الدول غير النووية والدول النووية، والدول النووية لم تحقق التزاماتها فيما يخص المادة السادسة من المعاهدة. إذا مشاهدينا إلى هنا انتهت الجلسات التي تمت اليوم في هذا المنتدى النووي المهم. الكثير من الشخصيات حضرت، حضر فعلا رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، وكانت هنالك مداخلات من الجانب العراقي تحديدا من الدكتور علي الياسري للحديث عن طبيعة مخرجات من هذا المنتدى، وليس فقط نقاشات عامة. فبالتالي هنالك أيضا يعني ترقب من العراق من أجل الاستفادة من هذه القضية، خاصة وأن الحكومة العراقية لديها رغبة فعلا بالوصول إلى الطاقة النووية السلمية للاستفادة منها على عدد من المستويات، في المياه وفي الطاقة الكهربائية بالدرجة الأساس، والعراق يعاني كثيرا من هذه القضية، كذلك على مستوى السدود وغيرها من الأمور المفيدة التي ممكن أن تأتي بها الطاقة النووية. الطاقة النووية ليست فقط لقضايا السلاح النووي التي نسمعها مثلا على مستوى إسرائيل، على مستوى الولايات المتحدة، أو حتى على المستوى الإيراني. وبالتالي هنالك مخرجات ممكن فعلا أن تكون مؤثرة ومفيدة على المستوى العراقي، وحتى كانت هنالك مطالبات بعملية من نقاشات حتى من وفود مصرية موجودة هنا، ومن شخصيات وكبار المتحدثين يتحدثون بأنه يجب أن نفعل نقاط مهمة هي لم تفعل في طبيعة التعامل العربي على القضايا النووية بشكل عام، ونقاشا مهما كان حقيقة الطرح على الطاولة.
الدولة في قضية الـ NPT وهي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. كانت هنالك الكثير من الأسئلة عن طبيعة أين ستصل هذه المعاهدة التي لها رغبة كبيرة جدا. هنالك فرق، هنالك معاهدة لحظر الأسلحة النووية وهنالك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي هنالك فرق بين منع وحظر. الكلمة المتعلقة بقضية حظر هي يعني تتحدث عن أمور حظر ونهاية تامة، وهذه غير مرغوبة من الكثير من الدول. وبالتالي الـ NPT التي نتحدث عنها ألا وهي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، هذه هي القضية الأهم والقضية المرغوبة من جميع الدول. ولكن أيضا هنالك الكثير من المشاكل على هذه المعاهدة بشكل عام، لذلك الحديث أنه كيف ستكون مفيدة هذه للمنطقة. وكانت هنالك الكثير من الأسئلة المطروحة على هذا الموضوع، خاصة وأن الذكريات الصعبة التاريخية لطبيعة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقنابل النووية في عام 1945 عندما قاموا بضرب هيروشيما بالقنبلة الذرية أدت إلى عملية مقتل 70,000 شخص، وبعد ذلك بثلاثة أيام ضربوا ناكازاكي أيضا بالقنبلة الذرية وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من 20,000 شخص. وبعدها وبعد وصول السنين وانتهاء 3 سنوات وصلوا إلى نتيجة بأن من قتلوا بهذه الضربات بالقنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما والتي سقطت على ناكازاكي أدت إلى مقتل ما يقارب 500,000 شخص. الحديث هنا عن 380,000 شخص قتلوا بالقنابل الذرية. لذلك الموضوع هو ليس موضوعا سهلا أبدا. هذا المنتدى هو يبحث لوصول الشرق الأوسط إلى طريق مميز وسليم من دون الدخول بالمعقلات الصعبة التي تعاني منها عدد من الدول عندما يتحدثوا عن الأمور النووية، وتحديدا عندما نتحدث عن إيران بشكل خاص. وكذلك سيناريو وصول إيران إلى القنبلة النووية هو سيناريو طرح وسألنا هذا الأمر مباشرة كما شهدتم وكما شاهدتم رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وكانت هنالك وجهات نظر مهمة جدا حول هذه القضية. إذا مشاهدينا الكرام نصل إلى هنا إلى ختام تغطيتنا إلى منتدى عمان الأمني في يومه الثاني وفي إطاره الثاني، ألا وهو المنتدى النووي الذي ناقش القضايا النووية بالدرجة الأساس وبشكل كبير والقضايا الصاروخية، كون أن القضايا الصاروخية مهمة جدا. أنت تمتلك اليوم قنبلة نووية لا يمكن أن تكون مفيدة من دون صاروخ باليستي أو أي صاروخ ممكن أن يصل مدى إلى أكثر من 1,000 كيلومتر أو حتى 2,000 كيلومتر. هنا تكون أنت خطر عند وجود الصواريخ بكل تأكيد. لذلك مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.